بس انا بقى ايه، وليد غششني 3 4 دقايق، وليد غششني قال لي بقى ايه، احنا كتبنا لك حاجه مخصوص واحنا جايين في السكه اقولها لك. قلت له بص انا احب المفاجآت، اصره طبعا. فانا الاول خلوني اشكركم جدا، نورتونا حبيب وشرفتونا حبيب والله. واحده من احلى القعدات والنغم والمزيكا والكلام اللي انا سمعتهم في حياتي، وانا انحيازاتي اصلها صعيدي قوي، فانا بقى ايه يعني متحيز واعلن تحيزي طول الوقت للصعيد. ورزقنا على الله مش كده؟ ده شرف لينا والله. انا هقول لكم الف شكر، واستاذن مشاهدينا في ان انا هسيبكم بقى ايه مع كف الصعيدي، هتسمعوا حاجه والله ما اعرف مكتوب فيها ايه، بس يعني هي حاجة صعيدي، حاجة مية مية. أنا ده أنا شايف ياسر قاعد عمال بيبص وكف الصعيدي وبيكتب على الكف الصعيدي فعلا دلوقتي. لسه أصلا يعني محفظهاش لسه مكتوبة حالا. لسه مكتوبة دي خارجة بنار الفرن. أيوه مش كده؟ عشان كده يعني عملناها هنا يعني يعتبر. أنتوا توكلوا على الله كده بقى، ابدأوا وأنا هقعد في حالة صمت. حبيبي يا سيدي يوسف، ربنا يخليكم ورب نورته وشرفته. جزيل النعم. ماشي، وهنختم بحاجة عن مصر بعد الغنوة بتاعت حضرتك. هنختم بغنوة عن مصري. خلي بالك دولار بعد دقايق. لا إن شاء الله. حلقة وشهرة واسعة وطلباتكم من عيني، وفي برنامج التاسعة مع يوسف الحسيني. أيوة حلقة وشهرة واسعة وطلباتكم من عيني، وبرنامج التاسعة مع يوسف الحسيني. حبايب من الفرحة يطيروا والعوازل بيغيروا، حبايب من الفرحة يطيروا والعوازل بيغيروا، وفي مبنى مسبيرو وفي مبنى مسبيرو، على الأولى تلاقيني مع يوسف الحسيني. كل جديد وحصري ومعانا الفن العصري، هاهو كل جديد وحصري ومعانا الفن العصري، وفي التلفزيون المصري في التلفزيون المصري الفن بين ديني مع يوسف الحسيني. أنا والأستاذ يوسف سوا ومعاكم نلاقي الدواء، أنا والأستاذ يوسف سوا ومعاكم نلاقي الدواء، ودينا طلعنا على الهوى، ادينا طلعنا على الهوى، والفن بين ديني. لينا وليكم إضافة وقبلونا بلطافة، لينا وليكم إضافة وقبلونا بلطافة، ونشكركم على الضيافة، بشكركم على الضيافة وجمهوري المستنيني.
علينا حتقرص برضو حنفضل نضحك نرقص مهما الدنيا علينا حتقرص برضو حنفضل نضحك نرقص تفضل دايما مصر قوية طالما أحمد بيخاف على مرقص تفضل دايما مصر قوي طالما أحمد بيخاف على مرقص مصر تلاقي مليون ميزة وصورة أحلى من الموناليزا مصر تلاقي مليون ميزة وصورة أحلى من الموناليزا عيش جواها وانت شوف زي فاطمة بتحب تريزا عيش جواها وانت شوف زي فاطمة بتحب تريزا حب طاهر حب نظيف مع بعضيهم قسم رغيف ومهما زاد الحزن علينا برض المصرب ودم خفيف شعبها واحد ايد على ايد رغم انه طيب برضه عنيد شعبها واحد ايد على ايد رغم انه طيب برضه عنيد عنده شهامة وعنده كرامة ليه عادات وله تقاليد الجار بيسأل على جاره يطمن ويعرف اخباره واذا حكاله في يوم على سر بسونه يحفظ اسراره وبنكمل جيل ورا جيل ما نعرفش المستحيل ولازم يرجع يحنلها اللي يشرب من مية النيل مصر ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي مصر ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي تعيش يا أم الدنيا ونحقق أحلامك وأحلامي تعيش يا أم الدنيا ونحقق أحلامك وأحلامي ويفضل اسمك دايما باهي وعيش واتباهى انك ياهي انت الوطن وانت الاهل بحبك وبحلف والله تستحق انت بجدارة للعالم تكون منارة ارض العلم والعلماء وتعيش يا بلد الحضار ومن الصعيد الجواني من الاقصر بلدي وعنواني ومن الصعيد الجواني من الاقصر بلدي وعنواني يا مصر يا حلوة الحلوين ده اللي بناكي حلواني